تحية لكم مشاهدينا الكرام، ملتقانا الاسبوعي معكم يتجدد مع مجموعة من المحاور والاحداث الرياضية ضمن فقرة صدى الرياضة، اليوم سيكون معنا فقرة اين انت؟ وفيها نتذكر نجوم الرياضة من الامس الجميل وسنكمل مشوارنا ضمن تغطية صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية وبين الاندية العراقية وبين المدربين والاداريين واللاعبين. كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع لعبة كرة اليد ومع نخبة من أهل الشأن في هذه اللعبة المهمة في سماء الرياضة العراقية. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات البرنامج خليكم ويانا وتابعوا صدى الرياضة. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وانطلاقتنا الاولى مع مجموعة من الاخبار المحلية المختلفة ونبدأها مع دوري كرة السلة اذ حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة العاشر من تشرين الاول المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز بمشاركة 12 فريقا موضحا ان البطوله التنشيطيه الرباعيه ستبدا قبل انطلاق الدوري باربعه ايام والتي تشارك فيها انديه المربع الذهبي وهي النفط والشرطه ونفط الجنوب والكهرباء وقد عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي الانديه المشاركه في الدوري وتم من خلاله مناقشه اللوائح الخاصه بالمسابقه وموعد انطلاق الدوري وستجري قبلها قرعه الدوري والبطوله التنشيطيه. مشاهدينا الكرام هذه انتقاله الى نجم المنتخب الوطني السابق ونادي الطلبه يونس محمود الذي نفى التصريحات التي نسبت له بشان تركه لنادي الطلبة وذكر محمود في منشور على صفحته في الفيسبوك تفاجأت في تصريح منسوب لي في وسائل الإعلام بأن نادي الطلبة خارج حساباتي وإني أنوي الابتعاد عن عالم الرياضة وأضاف أنا أسعى جاهدا لرد الدين للأنيق وجماهيره التي أكن لها بالفضل والولاء ولا زال مشروعي قائما ومستمرا لانتشال النادي من وضعه الحالي الى الوضع الصحيح واكد على تقديم شكره وعظيم مودته لجماهير النادي وانني لن اخذل ابدا انصار الانيق وادعو في الوقت نفسه الاخ القدير علاء كاظم لابداء مرونه كافيه لحل الازمه كوني ادرك تماما محبته لنادي الطلبة مشاهدينا الكرام معنا أيضا خبرا عن الشطرنج إذ سمى الاتحاد المركزي للشطرنج لاعبي المنتخبات الوطنية للرجال والنساء بالفئات العمرية تحضيرا للمشاركة في بطولة العرب التي ستحتضنها المغرب في منتصف تشرين الأول المقبل وحقق لاعبون نتائج طيبة في بطولة إيران الدولية وقال ظافر عبد الأمير أن اختيار اللاعبين جاء في ضوء نتائج منافسات بطولة نهائي العراق التي اقيمت في بغداد بمشاركه 35 لاعبا ولاعبه يمثلون 11 محافظه واضاف عبد الامير سيتم استدعاء ابطال العراق بفئه المتقدمين الذين سجلوا نتائج ايجابيه في البطولات المحليه والدوليه للعام الحالي جمهورنا الكريم متواصلين معكم مع فقره صدى الرياضه بالتاكيد الان نحن مع لعبه كره اليد وهذه اللعبه المهمه في الرياضه العراقيه التي افرزت لنا اسماء وعناصر فذه ومواهب مميزه خلال السنوات الماضيه وكانت كره اليد العراقيه ركيزه وفعاله من بين خواتها من الفعاليات الاخرى وكانت طبعا حاضره بقوه على كل المستويات المحليه والعربيه وحتى الاسيويه. اليوم سنتواجد مع نخبه من اهل الشان في هذه اللعبه. للتعرف من خلالهم على انعكاسات وتراجع وتباين المستوى العام للعبه وابعاد هذا الامر على اللعبه وعلى الجهاز الفني وكذلك اللاعبين وحتى ادارات الانديه. مشاهدينا الكرام اليوم سينضم معنا أحد العلامات البارزة في عالم كرة اليد العراقية وهو الكابتن القدير ظافر صاحب المدير الفني لمنتخبنا العراقي ونادي الشرطة بالتأكيد اسم وتاريخ معروف في الرياضة العراقية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص نرحب بك كابتن ظافر أجمل ترحيب في صدى الرياضة أهلا وسهلا نرحب بالسادة المشاهدين ليشاهدونا على القناه المحترمه كابتن بصفتك يعني خبيرا لذلك اسمح لي سابدا من المستوى العام كيف تقيم لعبه كره اليد في العراق اليوم يعني اين بوادر التطور اين بوادر الجهد الطموح هذه اللعبه ايضا في ازمه الحقيقه هي نحن مرينا ب بفترات صعب درب بكره اليد العراقيه احنا يعتبروها يعني نهايه السبعينات والثمانينات لحد اول التسعينات وهذا يعتبر مثلا الجيل الذهبي بعد فترة الحصار بالتسعينات نتيجة هجرة اللاعبين هجرة المدربين ضيق الموارد الماليه الحقيقه وعدم المشاركات الخارجيه باعتبار علينا حصار كان فأدى هبوط بكره اليد بكل مفاصلها الحقيقه صابها الوهن الى حد ما بعد 2003 بدأت هزات كثيره بالوسط الرياضي حاله حال الالعاب الاخرى وفي نوع شوية من الاستقرار صار بالفترة الآخر الثلاث سنوات أو السنتين الماضية نوعا ما بدأت شوية بوادر تشير إلى نحن في نقلات إلى الأمام لكرة اليد بس لا مو مستوى الطموح اللي إحنا نفكر به وهذا انعكس أيضا على نتائجنا في تصفيات كأس العالم ببطولة الشباب خامس آسيا بعد ما كنا نتبوأ بالفتره الخمس سنوات سته نتبوأ المراكز تسعه وعشرة 10 يعني قربنا خطوات بيننا وبين المربع الاول والمربع الذهبي بالناشئين ايضا احنا سادس وبالمتقدمين ايضا سابع على اسيا بعد انه كانت مراكزنا متاخره وهذا دليل على انه في نوع في نقله لا باس فيها بس طبعا هذا مو مستوى الطموح الحقيقه احنا داردنا نفكر ب بكره يد متطوره بهذه الطريقه الان اللي كيف تدار رياضه العراق الحقيقه في ازمه الان في اداره العراق الرياضيه احنا يحتاج لنا اداره وتنظيم أو بهذا الوسط ولذلك جهودنا الإدارية والمالية والفنية كلها رايحة هباء نتيجة عدم وجود التخطيط والعشوائية بهاي الفترة والحقيقة احنا احنا كرة يد نعاني من هذا الموضوع حالنا حال بقية الألعاب رغم أنه الآن ماخذ بصورة عامة هي كرة القدم ماخذ الجو وحتى كرة القدم هي متدنية المستوى والانجازات اللي تحقق على مستوى صغار بها مشكوك فيها ايضا. فاحنا الحقيقه يراد اداره وتنظيم لهذا الوسط. لا احد يقول نقص موارد، لا احد يقول الوضع الامني، لا احد يقول البنيه التحتيه، هاي كلها حجج للتغطيه على الفشل بصوره عامه، انا اتكلم طبعا لرياضة العراق باعتبار الان انا خبير باللجنه الاولمبيه يعني ايضا. ف يعني بهذه الامكانيات المتوفره احنا نقدر نستطيع ان ننقل رياضتنا نقله نوعيه افضل. هسه شلون؟ هاي اه راد لها عاد دراسه مو دراسه يعني انا انا مشخص وايضا لدي كثير من الحلول انا وزملائي اللي يشاطرون الراي اكو حلول بس لا اكو بوادر الى الاصلاح ولا حدا يريد يسمع. وكل من يقول لك اريد ان ابقى طيب كابتن ظافر يعني ساتحول الى مسابقه الدوري يعني هل تجد المستوى العام للدوري يلبي الطموح؟ هل الطريقه التي يعني يدار بها الدوري هي طريقه ناجحه؟ حضرتك كيف تجد الطرق المفيده واللازمه للمنافسه ولنجاح الدوري؟ بكل دول العالم نحن دائما الدوري المحلي او نشاطك المحلي ويخدم نشاطك الخارجي. احنا كل سنتين عندنا تصفيات كاس العالم كل سنتين. قبل كانت بالسبعينات والثمانينات كل اربع سنوات هسه كل سنتين تصفيات كاس العالم. الحقيقه لازم انت الان نشاطك الداخلي يخدم مشاركات المنتخب الوطني. لانه هو لاعبة المنتخب الوطني هم من الدوري العراقي جميعا يعني ولذلك هسه ارتأى الاتحاد انه زيد عدد الفرق سواهم مجموعتين وبعدين يخوضون تصفيه على شكل تجمعات وبعدين يلعبون الكاس على شكل تجمعات وبعدين يطلعون ثمانيه يلعبون فانا في تصوري هاي التجمعات هي مشابهه الى ظرف المنتخب الوطني اللي راح يخوض تصفيات كاس العالم بالشهر الواحد لان احنا بطولاتنا الاسيويه مو ذهب واياب مثل كره القدم احنا تجمعات احنا الطائره والسله تجمعات فاحنا تلعب يعني بكل تجمع تلعب أربعة خمس مباريات هي ما تتاهل او لا بطولاتنا العربيه يعني حتى على مستوى الانديه العربيه او او المنتخب الوطني فلازم نشاطك الداخلي بشكل على شكل هذه التجمعات على شاكلة هذه البطولات ولذلك ارتأى الاتحاد أنه هالسنة يسويها مجاميع يزيد العدد ويخلصها على شكل تجمعات بطولات على غرار الاتحاد بطولات الاتحاد الآسيوي حتى تخدم المنتخب الوطني وبنفس الوقت تخدم الأندية اللي راح تشارك في بطولات العرب وآسيا مثلا الآن الشرطة أعلن هو راح يشارك في بطولات بطولة اسيا يعني بالشهر ال11 في حيدر اباد بالهند. فايضا البطوله راح تقام على مستوى على شكل تجمعات ولذلك ارتأى الاتحاد انه يسوي نشاطاته بما يلائم المسابقات اللي راح تخوضها الفرق العراقيه على مستوى انديه او منتخبات. سليم جدا كابتن يعني محور الاحتراف كما تعلم مهم جدا. من الطبيعي سيجعلني يعني اسال عده اسئله متداخله مع بعضها. اولا دخول الاحتراف الى عالم كره اليد العراقيه، هل تعتقد يعني انه احتراف فعال، احتراف مفيد، يلبي الطموح؟ ما هو مستوى العقود بالنسبه للاعب العراقي وكذلك اللاعب الاجنبي المحترف؟ فضلا عن هل اللاعب المحترف فعلا يتمتع بمستوى فني رفيع بحيث يعني يساهم في ارتقاء اللعبه ويقدم خدمه لليد العراقيه؟ احنا الان عندنا تفاوت في هذا الموضوع، هذا موضوع طويل وشائك موضوع الاحتراف بصوره عامه لان احنا شيء مربوط بشيء يعني نحن الان بكره اليد عندنا ناديين او ثلاثه اللي تدفع عقود والبقية على شكل رواتب بسيطه يعني والاغلبيه يعني تلعب على على طريقه الهوات احنا الان المنتخب يعني بتحكي على المحترف المحترف لازم نجيبه افضل من اللاعب العراقي فهل انتم امكانيات الانديه، انا حضرت اجتماع قبل كم يوم للانديه جميعا ال 16 نادي اللي راح يشاركون اللي اعتبروهم نادي انديه نخبه وممتازه كلها تعاني من موضوع الماده وتشكي انه ضعف الموارد الماليه. زين انت ضعف الموارد الماليه وقسم تتكلم عن الاحت... نجيب لاعب محترف او لاعبين انت لازم تجيب لاعبين اذا واحد بالملعب واذا اثنين بالملعب تجيب ثلاث فزين انت الان 90% من من الانديه او 95 وانا جازم من انديه كره يد العراقي لا تستطيع جلب لاعب محترف بمستوى جيد وإذا ما جت بمستوى جيد ما هو الهدف من وجود المحترف يعني إن الناس ما هو اللاعب العراقي موجود هاي واحد نجي الان فوائد المحترف فوائد المحترف صح يرتقي بالمسابقه يعلم اللاعب العراقي آه يستفيد من التجربه يجذب جمهور يصير متعه معك انا بس بيج... هذا ايجابياته سلبياته ايش سلبياته انه اللاعب العراقي راح يكون لاعب تابع للمحترف لان المحترف دائما يقود الفريق بالملعب ويعتمدون عليه المدربين وهذا ملاحظاتي بال بالثمان بالاربع سنوات او الخمس سنوات الماضيه بوجود المحترفين شفت المحترفين هم يقودون اللاعبين العراقيين وماخذين مكاناتهم يعني افضل المكانات دائما اي مدرب يفكر بصانع العاب ويفكر بضارب زين اذا كل الانديه جابت بهذا المستوى اللاعب العراقي راح يقعد وين؟ احتياط فاذا نحن نريد لاعب المنتخب نريد اللاعب العراقي باشر المنتخب الوطني احنا ما عندنا مجنسين احنا راح نجيب هذا اللاعب يلعب بالدوري هو نفسه يمثل المنتخب فبوجود المحترف راح يتاثر اللاعب العراقي هاي وحدة العام عندنا تجربه من لغينا الاحتراف العام كل لاعبي المنتخب الوطني للناشئين والشباب اللي رعبوا بطولة آسيا كلهم استقطبتهم الأندية ولا لعبوا بأداء درجة ممتازة ولذلك إحنا العام يعني خلال هاي السنة من لغينا المحترف شفنا في ارتقاء بمستوى المنتخب الوطني بارتقاء بمستوى اللاعب العراقي دليل على ذلك نادي الشرطة بالأندية العربية جاب احدى الميداليات من اكثر من ومن تتكلم على يعني تتكلم على 35 سنه ما صاير هذا الانجاز ورا شهرين راح المنتخب الوطني في دوره التضامن الاسلامي ايضا جاب برونزيه من ثمان فرق بطولات التضامن الاسلامي بها فرق منتخب تركيا والسعوديه اللي لعب كاس العالم بالفتره الاخيره والجزائر ومنتخب المغرب وبها الأردن وباكستان وفيها أو فيها أذربيجان وفيها كثير من الفرق الثمانية جاب ميدالية برونزية فهذا أنطت ثمار أن العام الماضي لغينا مشاركة اللاعب المحترف انعكست إيجابيا على أداء اللاعب العراقي على كل إن أنا أتكلم طبعا رأيي يجوز قسم من الأخوان يسألون أنا مدرب نادي الشرطة والمنتخب الوطني نادي الشرطة هو من من أكثر الفرق اللي بها إمكانيات مادية. فيعني محترف خلاص يجيب اسم محترفي العالم. ما عندنا مشكلة يعني. يعني فلذلك إيجابيات المحترف وإذا نظرنا سلبياته أنا في تصور سلبياته أكثر الآن بظرف الآن. يعني كابتن ظافر تحدثت اليوم ما بين الاسطر من كلامك عن الفتره الماضيه يعني هل تجد ان هناك تفاوتا بمستوى كره اليد العراقيه ما بين فترات واخرى مثل فتره الثمانينات وربما حتى التسعينات يعني بصراحه كانت فتره ذهبيه للعبه هل ما بين الاسباب نجاح المنظومه المتكامله والمتماسكه في الماضي، هل الضوابط لها دور والتنظيم كذلك؟ بصراحه نحن نرى بالفتره الاخيره هناك يعني نقلات نوعيه، نقلات نوعيه باللعبه، لكن للاسف نقلات متفاوته، بمعنى اذا كان هناك صعودا فهو صعود نسبي بالمستوى. احنا بفتره الثمانينات كان لدينا انضباط قصري بالوسط الرياضي انضباط قصري هذا مصطلح الانضباط يولد انجاز كانت رياضه العراق وليس كره اليد رياضه العراق فيها انضباط قصري كان انه انت تلعب رياضه بانضباط عالي صباحا ومساء تتدرب تحت ضوابط وانضباط عالي بنفس الوقت فولد الانجاز وبعدين اكو انضباط كان بالوسط الرياضي في ضوابط صاربة جدا على الوسط هذا ولذلك ولد انجاز. الان احنا ما عندنا هاي الضوابط، عندنا انفلات في الوسط الرياضي. عندنا شويه فلوس اكثر من قبل. نقدر نعمل بها نوع من الانضباط لانه الفلوس تلعب دور ايضا. ولذلك احنا في فتره الثمانينات يعني كانت لدينا يعني منظومه متكامله رغم شحه الموارد بس بها ضوابط وانضباط ولد انجاز، الان احنا في فوضى في عدم الامتثال لا للانظمه ولا للقوانين ولذلك ولد عندنا اخفاقات كثيره بكل الالعاب. أه وهسه بدات شويه قسم من هذه الالعاب تتنشط يعني طبعا انا في تصوري اليد الان بدا شويه ينتقل نقلات نوعيه لا باس فيها أه بس احنا لو تتوفر الموارد الماليه والدعم اكثر بعد نقدم افضل انجاز من ذلك يعني الان. لذلك احنا سابقا كان لدينا انضباط الان ما عندنا هذا الانضباط بذاك المستوى يعني كابتن ظافر اسمح لي ان اتوقف قليلا مع راي اخر حول هذا الموضوع بعدها ساعود معك لتكمله الحوار الوقفه التاليه مع الكابتن رعد عبد رمضان المدرب المساعد الذي يبدو سيتواجد معنا ايضا اليوم في فترات لاحقه ضمن هذه التغطيه. الان مشاهدينا نتابع ماذا قال الكابتن المساعد. بالنسبه لعبه كره الفرق بينها يعني بالثمانينات والان اكو فرق شاسع يعني بالثمانينات كان تزاول كرة اليد بشكل كهواية الآن كاحتراف بالإضافة إلى ذلك الظروف اللي مرت على العراق من سنة التسعين إلى اليوم هي اللي جعلت كرة اليد مستواها ينزل لهالدرجة لكن الآن خلال هالسنتين الثلاثة إن شاء الله مباركة السيد ظافر يعني قمنا يعني صار عندنا عمل تخطيط للمستقبل وان شاء الله ترجع لحالتها كره اليد بالعراق وتتطور ما طول هناك ناس دي يعملون ليل نهار صيف شتاء يعملون من اجل تطوير كره اليد والحمد لله والشكر الان بدات تظهر بعض يعني الامور الطيبه اللي تجعلنا انه خلال سنتين ثلاثه تكون كره اليد متطوره اكثر ان شاء الله يعني كابتن رعد تقبل تحياتي واحترامي عجبني التفاؤل وهذا ضروري جدا كابتن لكن أتمنى نلتمس التغيير على أرض الواقع جراء يعني هذا التخطيط مثلما تفضلت بالتأكيد نتمنى الموافقية لك وايضا لهذه اللعبه. نعود مره اخرى كابتن ظافر معظم المشاكل التي تواجه اللعبه هي تقريبا يعني بدرجه كبيره هي ماديه. هل هنالك معاناه معوقات اخرى تقف بوجه تطور هذه اللعبه المهمه لعبه كره اليد؟ هو التشخيص ليس كره يد عراقيه هي الألعاب جميع المظلومة عدا كرة القدم، عدا كرة القدم، احنا الآن الدولة ومؤسساتها موظفة تسعين بالمئة من فلوسها باتجاه كرة القدم، والعشرة بقية الألعاب، فهو هنا عدم عدالة بالتوزيع. هذا سبب اخفاق رياضه العراق بصوره عامه. احنا اكو مصطلح شائع خطا تداوله حتى وسائل الاعلام ومسؤولين حتى بما فيهم السياسيين وايضا حتى الرياضيين. يتداولون مصطلح يعني هذا خدم الرياضه العراقيه. حدد اي لعبه خدم الرياضه العراقيه، قول بفلان لعبه. هم لا عندهم يعني بس كره القدم خدم الرياضه العراقيه فاختزلت رياضة العراق بكرة القدم وأخذت مواردها كلها ولذلك عدم وجود عدالة والكل تلهث وراء الأضواء والإعلام وأيضاً الإعلام ساعدهم بهذا كان المقرئ والمكتوب ساعد بهذا الاتجاه أو هذه الثقافة اللي هي غلط وموجودة عندنا بس في العراق فقط هم يعرفون صح أنت في إسبانيا شوف دوري كرة القدم وهاي بس أيضاً بقية الألعاب ماخذة دور كبير بالمانيا ما اخذ كلها باسكت بول مثلا في امريكا اللي يحضرها عقود الباسكت بول في امريكا اعلى من عقود كره القدم بالعالم فكل بلد الى السياسه هو اللي يرسمها ولذلك احنا لدينا سياسه خطا وعدم عداله بالتوزيع ولذلك ظلمت جميع الالعاب عدا كره القدم بهذا الموضوع ولذلك هي هاي هاي هي يعني مشكله ليست كره اليد مشكله بقيه الالعاب على كره القدم. بحكم خبرتك الكبيره وحكم تواجدك ومساهماتك مع الاولمبيه ومع الرياضه بشكل عام كلمه اخيره ترغب ان تضيفها بخصوص لعبه كره اليد او اي شيء يخص الرياضة العراقية بشكل عام الحقيقة يعني أنا جت فرصة ذاك اليوم قبل العام أو قبل كم شهر أكو موضوع يعني مسؤولين يترددون من الخوض في في خضم الإصلاح الإداري بالوسط الرياضي فيخافون على أساس في تهديد من جهات معينة أنه تلتجئ إلى المحاكم الرياضية وإيقاف رياضة العراق أو هاي الشماعة أو هذا خيال المآتة اللي خوفوا به المسؤولين والمسؤولين طبعا ما عندهم فكرة عن, عن هذا الموضوع ولذلك جاروا هاي الموجة قبل فترة جاءنا موضوع من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قال انا ما العب كل نادي يلعب كرة قدم الا حسب ضوابط وحط مجموعة ضوابط فانا قلت هاي فرصة ذهبية للمسؤولين يقعدون يبرمجون الاندية اللي تلعب جماهيرية اللي تلعب كرة القدم بها مواصفات بها توصيف لديها المال لديها الجمهور خد تلعب اما الانديه اللي جايه وزاد تنافسها على كره القدم قوه لا اداراتها هي لاعبين كره قدم كانوا ولا ادارتها خلفيتهم كره قدم لانه يركضون وراء الشهره وانا رايي وما عندهم لا ملاعب لا عندهم ومطلوبين مطلوبين تلقي بالمطعم يطلب النادي وبالفندق يطلب النادي وبالباص يطلب النادي واللاعبين والمدربين بناتهم قضايا ودعاوى فانت انت ما مهيئ تلعب يعني تحت توصيف الاتحاد الاسيوي اللي يسموه هذا موضوع التراخيص ولذلك نقدر الان نقول لهم تعالوا الانديه الجماهيريه تلعب كره قدم والانديه غير الجماهيريه تروح تلعب العاب اخرى يكون ادينا خدمه لرياضه العراق وهي جايه من الاتحاد الاسيوي وهذا بسيط لا بي حدا يقدر يشتكي علينا ولا وهذا بدينا. مشاهدينا كان معنا من العاصمة الحبيبة بغداد الكابتن القدير ظافر صاحب المدير الفني لمنتخبنا العراقي ونادي الشرطة شكرا جزيلا له إذا مشاهدينا الكرام ننوه بأن الصفحة الرسمية للبرنامج هي على الفيسبوك بمسمى صدى الرياضة للتواصل معكم والاستقبال انطباعاتكم ومداخلاتكم وكل ما ترغبوا أن تطرحوه حول البرنامج او الامور الرياضيه الاخرى فقط تكتبون بالعربي صفحه صدى الرياضه ستظهر الصفحه بعنوان صدى الرياضه مع بلال بداع الان خليكم ويانا بعد قليل نكمل مشوارنا وتغطيتنا الخاصه مع لعبه كره اليد لنا وقفات وحوارات اخرى سنتوقف مع اراء مختلفه من اهل الشأن وبالتاكيد مع لاعبين وأيضا مدربين خليكم ويانا مشاهدينا اهلا بكم من جديد دعونا نكمل مشوارنا مع لعبه كره اليد وهذه الفعاليه المهمه في الرياضه العراقيه. نكمل تغطيتنا بين الشخصيات الرياضيه المعنيه. وقفتنا التاليه مع الكابتن رعد عبد رمضان المدرب المساعد وسالناه يعني كيف يرى مستوى اللعبه وكذلك عن استعداداتهم للاستحقاقات المقبله. وما هي يعني ابرز المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه اللعبه؟ نتابع هذا اللقاء. احنا بالنسبه لنادي الشرطه استحقاقنا بدينا مبكرا استعدادا للدوري والبطولة انديه اسيا. وبما انه نادي الشرطه اغلبيه عناصره من المنتخب الوطني هذا راح ينعكس على مستوى المنتخب الوطني. بين نادي الشرطة واللواعي بالمنتخب اللي معاه يلعبون مباريات كثيرة راح يشاركون بطولة أندية آسيا معسكرين قبل البطولات وهذا راح ينعكس على مستوى لاعبين المنتخب ما يؤثر على مستوى المنتخب الوطني إن شاء الله بتصفيات كأس العالم شهر الواحد السنة القادمة في كوريا الجنوبية إن شاء الله. <تصفيق> 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 المعوقات اللي اهم شيء البنى التحتيه، القاعات الداخليه، ما عندنا قاعات داخليه ولا قاعه داخليه نظاميه موجوده الان لا بالعراق ولا في بغداد من الممكن تقدر تتدرب عليها وكل القاعات الان اكسباير انتهى امرها لا مرافق لا صحيات لا كهرباء لا ماء لا تبريد كل شيء لا اناره ولذلك دنعاني معاناه حال كثيره من هاي الامور ولولا لو عدنا بنى تحتيه كان كره اليد كانت صارت افضل وافضل وافضل مشاهدينا الان ووقفتنا مع اللاعب بدر الدين حمودي ناصر وسألنا ايضا عن استعداداتهم وابرز المشاكل التي تواجه الفريق فضلا عن احترافه مع فريق بوشكتاش التركي كان المفروض انك تتعاقد مع نادي التركي يا ترى ما هي اسباب توقف المفاوضات معهم خلي نتابع كرة اليد حاليا يعني أحسن من السابق بس مقصرين بالفئات العمرية، لازم تكون فئات عمرية بالدوري لكل نادي لازم يكون عنده فئات عمرية حتى نطور لعبتنا للمستقبل، لأن هسه احنا لاعب لا يجبر علينا لاعب مواد 2000 لازم بالملعب، زين هذا عمره عمره التدريبي ما يتجاوز الأربع أشهر، شلون يجي يجاري لاعب منتخب وطني؟ هذا هذا يعني هذا شيء شيء أساسي. والله نعاني احنا من حرارة الجو ما يعني تكييف بالصالات الارضية اللي اللي تأذي, تأذي اللاعبين والمدرجات يعني يجي الجمهور انه ما يلقى مكان يقعد بالمباريات عندنا جمهور, جمهور جمهور قوي جمهور نلقي حياتنا لهم يجي ساند الفريق فما يلقى مكان يعني يقعد به قبل موعد السفر باربع أيام أنا يعني فسخت العقد مع نادي بشكتاش بسبب الضائقة المادية اللي حلت بالنادي آه واجهنا مشاكل انه ينزل العقد الى 50% فقلت لهم انا ما يوالي من هذا الشيء فسخنا العقد بالتراضي هم النادي فشوا 13 لعبه اساسيه بال بال بالنادي بسبب المشاكل اللي صارت من يعني لاعبين لاعبين قدم سبب ضائقه ماديه بالفريق وصار فسخ عقد بالتراضي والحمد لله صار مع الاهلي النادي متواصلين في تغطية صدى الرياضة لهذا اليوم وبالتحديد مع لعبة كرة اليد هذه اللعبة وهذه الفعالية المهمة لنتعرف أيضا على يعني آراء مهمة أيضا من اللاعبين المعنيين بالأمر خلينا نشوف بدأنا نشكر تواصلكم ويانا يعني. مثل ما ملاحظته. كرة اليد العراقية بدأت بالتطور بالآونة الأخيرة في العام بطولة البطولة العربية اللي قام اللي قيمت في تونس اللي شاركنا بها احنا نادي الشرطة حصلنا على المركز الثالث وبنفس الوقت دورة الألعاب الإسلامية اللي في أذربيجان هم كذلك المنتخب الوطني العراقي اللي أغلب عناصر من نادي الشرطة حصلنا على المركز الثالث هذا طيب أعطى مؤشر على تطور اللعبة في العراق <applause> الحمد لله والشكر أشادوا اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي مستوى المنتخب العراقي والحمد لله والشكر دوري اقوى سنة عن سنة يفرق العام ممت... والسنة بدون محترفين الحمد لله والشكر كان جدا ممتاز مستوى الدوري جمهورنا الرياضي حاولنا يعني تسليط الضوء على لعبة كرة اليد تحديدا على اقل تقدير يعني من اجل معرفه موقعنا في خارطه كره اليد سواء يعني على المستوى العربي او على المستوى الاقليمي. الان دعونا نتوقف قليلا مع فاصل قصير نواصل بعده فقرات صدى الرياضه لهذا اليوم، خليكم ويانا. مشاهدينا في الوقفة التالية فقرة دقيقة ونص لا تذهبوا بعيدا خليكم ويانا وتابعوا صدى الرياضة استقرت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة على تعيين طاقم محلي مساعد ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وسيتكون من سعد حافظ الذي يتمتع بمسيره تدريبيه واسعه بالاضافه الى اللاعب الدولي السابق احمد صلاح. في السياق نفسه اتفقت قبل ذلك الهيئه الاداريه لنادي الشرطه مع البرازيلي ماركوس باكيتا رسميا على عقد انضمامه مع الشرطه لتدريب الفريق في الموسم المقبل. وبذلك اكتمل الجهاز الفني لفريق القيثارة الذي يستعد بقوة للموسم الجديد. عين الاتحاد الدولي لالعاب القوى الدكتور طالب فيصل رئيس اتحاد اللعبة عضوا في لجنة التطوير التابعة للاتحاد الدولي. وقال فيصل إن اتحادنا تلقى خطابا من رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سبيستيان كو يعرب فيه عن سعادته لتعيين عضوا في اللجنه التي تعد من اهم اللجان العامله في الاتحاد الدولي للعبه. انطلقت مؤخرا المرحله الاولى لبيع تذاكر كاس العالم 2018 وتمتد هذه المرحله حتى 12 من تشرين الاول من عام 2017 التي تستضيفها روسيا. يذكر ان روسيا لاول مره في تاريخها سوف تستضيف كأس العالم لكرة القدم وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية. والآن مشاهدينا نبدأ الأخبار الرياضية مع فريق ريال مدريد الإسباني إذ تلقى أخباراً جيدة بشأن عدد من لاعبيه الأساسيين والمهمين بالفريق فكانت البدايه مع مدافعه البرازيلي مارسيلو الذي جدد تعاقده لمده خمس سنوات جديده ليبقى بين جدران الفريق الملكي حتى عام 2022، وانضم مارسيلو البالغ من العمر 29 عاما إلى ريال مدريد في 2007، وتلقى الظهير الأيسر مارسيلو في البداية انتقادات بسبب هشاشة قدراته الدفاعية، ولكنه مع الوقت أصبح أحد أهم أعمدة الفريق، وقد أسعد هذا الخبر جماهير وأنصار الملكي ببقائه مع الفريق لما يمتلكه من إمكانات فنيه ودور مميز في المسانده وبناء الهجمات. مشاهدينا الكرام سنبقى مع نجوم فريق ريال مدريد فقد أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد نجمه المتألق اسكو حتى عام 2022 أيضا بعد مفاوضات بدات منذ الموسم الماضي وأكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيزيد من قيمة الشرط الجزائي في عقد إسكو من 150 مليون يورو إلى 700 مليون يورو كما تحدثت عن زيادة راتبه إلى ستة ملايين يورو في الموسم بعد أن أصبح جزءا مهما وفعالا في كتيبة الملكي انضم صاحب الخمسة وعشرين عاما لصفوف ريال مدريد في عام 2013 قادما من فريق ملقة بصفقه بلغت 30 مليون يورو وسجل اسكو 34 هدفا بقميص الفريق الملكي في 197 مباراه كما صنع 46 هدفا اخر لزملائه بالفريق بالتاكيد مشاهدينا الاحصائيه لا تكون يعني ثابته فالمتغيرات يعني كما تعلمون سريعه ويعني مستمره من يوم لاخر ومن مباراه لاخرى. لم يحصل نجم الريال اسكو سوى على بطاقه حمراء واحده كانت في الكلاسيكو في موسم 2015 2016 اذا مشاهدينا الكرام اخبار سعيده مارسيلو اسكو لاعبان كبيران في سماء الكره العالميه وتحديدا ريال مدريد الفتره الحاليه ريال مدريد بحاجه الى مارسيلو بحاجه الى اسكو لاعبان كما قلنا كبيران سيخدمون ريال مدريد في هذه الفتره وحتى الفترات المقبله. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام مع نجم المان سيتي حيث تحدث البلجيكي كيفن دي بيروين لاعب مانشستر سيتي الانجليزي عن الاشاده التي تلقاها من مدربه الاسباني غوارديولا بوصفه ضمن افضل النجوم حول العالم وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفه رياضيه ان مديح غوارديولا يجعلني سعيدا للغايه ولكنه ايضا قدني بالضغوط الكبيره التي ستجعلني ارغب في تقديم افضل مستوياتي مع الفريق طوال الوقت واضاف انه منذ قدومي لمانشستر سيتي ومستواي في ارتفاع وانخفاض لكن مع انطلاق الموسم الحالي اشعر بانني افضل حالا واقدم مستويات اعلى واوضح ربما انخفض معدل احرازي للاهداف ولكن هذا الامر لا يعنيني كثيرا لانني اسعى دائما لاتاحه الفرص لكي يحرز رفاقي في الفريق الاهداف فانني استمتع بصناعه الفرص اكثر من هز الشباك. مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل الان الى لاعبي بايرن ميونخ وتحديدا مع النجم الفرنسي بلال ريبيري الذي اكد ان هدفه هو الاعتزال بين صفوف نادي بايرن ميونخ الالماني مؤكدا ايضا انه قد يعتزل اللعب مع فريق اخر خارج مسابقه الدوري الالماني البوندس ليجا وقال اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما اكثر شيء ارغب فيه هو إنهاء مسيرتي في البيرن وانضم ريبيري لصفوف بايرن ميونخ في عام 2007 وأصبح منذ ذلك الحين أحد أهم العناصر بالفريق وأحد اللاعبين المفضلين لجماهير النادي ويمتد عقده مع البيرن حتى عام 2018 مشاهدينا الكرام متواصلين معكم بالتأكيد الآن لدينا فقرات أخرى و. بالتاكيد متواصلين مع مشوارنا مع الدوري العراقي بكرة القدم وما رافقه في الموسم السابق من احتجاجات وتداعيات جراء عدد من التوقفات والتأجيلات لذلك يعني سنكمل مشوارنا وسنستعرض حوارات ولقاءات أخرى ضمن عملية استبيان صدر رياضة الذي يعني كان بين عدد من الأندية العراقية المتمثلة بلقاءاتنا طبعا بمدربي واداريي ولاعبي الدوري العراقي بكره القدم. مشاهدينا مع هذا الموضوع المهم بالتاكيد سنستمر بتسليط الضوء وسناخذ كل ابعاد وجوانب تنظيم الدوري وما رافق هذه المسابقه طبعا من طول منافسات وتوقفات من خلال اراء مختلفه من المعنيين بالامر. خليني نتابع حقيقه الان اذا تسال اي واحد بالاتحاد اي واحد بالاتحاد تساله هو ايضا مراضي على هذه الوضعيه ولا يقبل انه فريق الفرق تلعب بهيك حر وبيجي تموز يعني بصراحه ايضا هم لا لكن من اكو مبررات اكيد إذا الاتحاد عنده مبررات ممكن يجاوبك عليها يمكن يقنعك, يمكن يقنعك يمكن يقنعك يمكن يقنع الاخرين لكن احنا عموما كره القدم كرة القدم ما تلعب في أجواء حرة وفي ظروف صعبة آه هذا أيضا يتحمله منه الاتحاد نعم يمكن أكو, أكو عوامل قاهرة بالنسبة للاتحاد أنه وصلته وجبرته أن يوصل إلى المرحلة لكن إذا تسألني لي على الاتحاد من واجبة أن ينظم البرنامج الموسم القادم حتى على حساب على حساب نفسه مو على حساب الأندية الآخرين أن يبرمج الدوري لمرحلة معينة لوقت محدد حتى كل من يعرف يعرف حتى الأندية حتى الانديه من تريد تتعاقد تتعاقد ويا المحترفين بوقت محدد يكون ملتزم به الاتحاد حتى لا ي... بعدين تصير مشاكل بين المحترفين ينتهي عقده وما يقدر يروح ولعبات مستغربه بالدرب مثل ما يصير هسه، احنا ايضا المدربين عندك منهاج تدريبي على مرحله معينه انت تشتغل، تعرف رتم المباراه، رتم الفريق مالك، مستواه البدني، الفني، النفسي، الروح لوين واصل، عندما تصير توقف حقيقه ترجع تعيد بالجديد هاي الامور. التنظيمية كل الأمور هاي اللي تمر بها المدرب صعب جدا أنها نرجع مرة ثانية وده تشوف حالتك فعلينا علينا وعلى أخواننا الاتحاد أن يبرمجون الموسم القادم بشكل جيد حتى ولو كان يعني مؤثر حتى خلينا نقول فنيا إذا كل يومين ثلاث مباريات هم مشكلة بس لا يوصل المرحلة الكل يشاهد في ظل النظام النظام المجموعة الواحدة وشاهدنا بعض جانب الايجابي والجانب السلبي وايضا شاهدنا المجموعتين والاربع مجاميع احنا بعض الحالات اللي ترافق سير الدوري هناك توقفات تؤثر بعض على بعض الشيء على الانديه هناك الانديه اللي تاخذ تاجيل لان عندها استحقاق فتبقى في الفورمه وتبقى تتدرب وتبقى تخوض مباريات لكن بعض الفرق عندما تؤجل مبارياتها مع هذا الطرف اللي مشارك مثلا في الاتحاد الاسيوي يعني يؤثر بشكل كبير على اللاعبين ولهذا شوف الهدف يكون بعيد مدرب يصعد بالحملات بالتدريب ويصعد بالجرعات التدريبيه لكن الهدف بعيد ونشوف شاهدنا في اكثر من مناسبه يتاجل الدوري فتره طويله اي مدرب بالعالم ما ممكن انه يضع لك منهاج لدوري سنه كامله يعني صراحه جاي يلاقي صعوبات جدا بموضوع التدريب كيف كيف موضوع الاحمال، التدريبات، كيف التهيؤ للمباريات، كل هذا الجاي نلاقي بها صعوبه لانه فترات متفاوته يوم تلعب لمده 40 يوم تلعب مباراه واحده وممكن خلال 10 ايام تلعب ثلاث مباريات، هذه كلها دا يصيبنا بالارباك خاصه خاصه احنا المدربين دا يصيب عملنا بالارباك، وبالتالي آآ آآ الكل يعني يجمع انه احنا اليوم السنه هذه دورينا ما قدم لنا مستوى فني عالي، اليوم الـ 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 لجنه المسابقات المسؤوله عن الدوري العراقي لو خلى اليه ثابته للدوري العراقي قوانين ثابته للدوري للدوري العراقي تلزم بها جميع الانديه بالانصياع كان ما طلبت الانديه تاجيلات الانديه لو لم تجد منفذ لدى القائمين على لجنه المسابقات لو لم تجد منفذ للتاجيل كان ما ذهبت وضغطت على 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 لجنه المسابقات حتى تاجلها المباراه اكيد لقت منفذ وبالتالي بحثت وتطلب التاجيل والانديه اليوم اذا اذا عندها مباريات مضغوطه من حقها انها تطلب تاجيل لكن تطلب لانه مثل ما قلت لقت منفذ كان المفروض يكون هناك قرار ملزم تعليمات واضحه قبل انطلاق بطوله الدوري احنا انطلق بطوله الدوري وما عندنا الاليه ما عندنا التعليمات الخاصه بالدوري ما عندنا متى يبدا متى ينتهي ما عندنا مواعيد المباريات فبالتالي طبيعي الانديه تطلب تاجيلات الانديه من تتضرر تلجا الى موضوع يخدمها وهو موضوع التاجيل، حتى لو اضر بموضوع المسابقه. مشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام فقره صدى الرياضه لهذا اليوم، بالتاكيد انقل لكم تحيات جميع اسره صدى الرياضه. انا دائما وابدا اتمنى لكم التالق، النجاح، الابداع، هذه تحياتي بلاد بداع. مع السلامه. <applause>